أفادت مصادر أمنية بأن مسلحين أقدموا على اغتيال مهندس يعمل في دائرة كهرباء منطقة البلديات شرق بغداد، وبينت أن المجموعة المسلحة مؤلفة من 3 أشخاص كانوا قد نصبوا كمينا له لحظة خروجه من مكان عمله. نزلوا يركضون. لوك 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 لوك. يعني هاي الطلقات كلها بشرف رجال شاي. هذا ابو ليلى كتال، هذا يعني مو مال شو اسمه، ما عنده سلاح ولا بيش.